لو الحكاية فيها إن فيتو. ممكن تقول لنا ايه فكرة مشروع التخرج بتاعك السنة دي؟ احنا فكرة مشروع التخرج بتاعتنا مجلة عن الرجل، مفسر الرجل، تمام. واحنا عاملين الحملة دي حملة عايزة اتجوز برعاية المجلة. احنا حملتنا بتقول انا عايزة اتجوز، كل شاب بيبقى عايز يتجوز في اول عمره، مش اول عمره يعني اللي هو لسه صغير، اول عمره ان هو مثلا اول ما بيوصل 20 سنة بيبقى عنده اول اهدافه ان هو عايز يتجوز. وطبعا الجواز دلوقتي اكبر مشكلة بتقابل اي شاب. احنا بقى اهداف الحملة ان احنا عاوزين نوصل لكل واحد من اهل ان الجواز مش ان احنا بس هو يجيب ويشتري ويقول له شبكه بكام، ومش عايزين حاجات مكلفه جدا. في حاجات كتير قوي بنجيبها واحنا اصلا بنستغنى عنها، يعني النيش بيتحط في الشقه اصلا وبيصرف عليه قد كده طبعا اهل العروسه، بس ما بتعملش بيه اي حاجه. ممكن يفضل 50 سنه هو زي ما هو ما بيطلعش منه كوبايه. الشبكه مش لازم نجيب شبكه زي فلان وعلان، مش لازم تبقى بنت خاله عم مش عارفه مين جاب شبكه ب 50000 يبقى لازم زيها. احنا كل ما يبقى في حاجه بسيطه وتكليف بسيطه هتبقى فيها احسن ومبسوطين ان هم يقدروا يوصلوا اللي هم عايزينه. وطبعا اي واحده تاخد واحد يحافظ عليها وعنده اخلاق كويس ده احسن بكتير قوي من ان هي تاخد واحد ويفضل يدفع فيها فلوس كتير ويجيب لها ويجيب لها ويجيب لها وفي الاخر ما تبقاش مبسوطه وسعيده معاك. هو المشروع مجلة عن الرجل، بس احنا يعني بنرعى حمله عايزه اتجوز. الفكره جت ان احنا عايزين يعني نجمع اكتر مشاكل الرجل المصري في مصر، فلقينا ان هي كل المشاكل متعلقه بالجواز، من اول بحث عن فرصه عمل، الراتب، ان هو يكون اسره، مشاكل اجتماعيه، مشاكل حتى سياسيه. يعني الموضوع بيوصل ساعات ان هو السياسه بتتدخل فيه. الفكره قعدت انا بقى والجروب اللي معايا نخطط ليها، وحاولنا ان احنا نعمل حاجه يا ريت ان هي تكون مفيده. عندنا فكره ان الجواز مش تكاليفه بس، حلو ان انا لازم اامن مثلا ان الاسره تامن مستقبل بنتها وكل حاجه، بس ما يهدموش حلم شاب وشابه ان هم عايزين يكملوا حياتهم مع بعض علشان خاطر حاجات احنا شايفين من وجهه نظرنا وكانت من زمان كمان الناس ما بتهتمش بيها قوي. زي ايه يا دكتور لميس؟ زي مثلا المبالغه الشديده قوي في الجهاز وفي الشبكه في الكلام ده كله. يعني احنا بنقول حتى الجواز مش مجرد دبله او زفه وهيصه وخلاص، لا دي مسؤوليه وبناء اسره، وان احنا بنطلع كمان ناس اللي هم الاطفال. فالمفروض ان انا اكون الشاب اولا دين واخلاق، ثانيا ان هو يكون متعلم، مش شرط ان هو الشهاده عاليه يعني، بس المهم ان هو يكون قادر ان هو فعلا يبني اسره. احنا بنشوف بقى في ناس على غرار مثلا ناس في الارياف او في الصعيد مصر بيجوزوا اطفال، يعني بيبقى مثلا طفل عندها 15 سنه او شاب عنده مثلا 16 سنه وبيتجوزوا، وبيبقوا تكاليف باهظه جدا، في حين ان الوصل عندنا الشاب في مصر ل 40 سنه و 45 سنه مش قادر يتجوز، لدرجه ان مركز بحوث الاحصاء عمل احصائيه للشباب العانس في مصر، ما بقتش مجرد كلمه عانس لصيقه بالفتاه، بل اصبحت كمان ان هي لصيقه بالشاب. احنا فكرتنا بوجه عام اسم الحمله عايزه اتجوز. الشعار بتاعنا الجواز مش الجواز موده ورحمه، مش نيش وقاعه وزحمه. الفكره بوجه عام ان احنا بنقول يا جماعه ان الاساس في اختيار العريس ما يبقاش الفلوس او هيجيب ايه او هيعمل فرح في قاعه ايه او الكلام ده، الاساس في العريس ان هو يبقى راجل محترم هيصون البنت اللي هو هيتجوزها او البنت اللي هو متقدم لها، بس طبعا مع وجود الحد الادنى من شروط الجواز. يعني مثلا يبقى راجل على الاقل معاه شغله ان هو قادر يصرف على البيت مثلا، وممكن يبقى في الحياه مشاركه، يعني هي تبقى شغاله وهو شغال. دي الفكره اللي احنا بنلعبها. فاحنا بنقول احنا فكرتنا اصلا في البدايه بتبقى مع الاب والام، اللي احنا عايزين نقول لهم يا جماعه يعني نسب الانوثه عندنا عاليه جدا، بسبب احنا لما جينا بحثنا لقينا ان السبب الاساسي في ارتفاع نسبه الانوثه اللي هو العامل الاقتصادي. فالعامل الاقتصادي اللي هو بقى في شروط تعجيزيه بتتحط قدام العريس اللي متقدم، فبالتالي كل بيصرف نظر عن الموضوع. فاحنا عايزين نقول يا جماعه حاولوا قدر الامكان يبقى ليكم اولويات في اختيار العريس اللي هو يبقى الموده والرحمه مش اساس الفلوس، مع وجود الحد الادنى من ظروف المعيشه بس. فلو ما تجيش عريس يقول له انا عايز نيش وانا عايز وفي حاجات في الشقه ما بيبقاش ليها اي لازمه، ملهاش اي وجود، مش هتاثر في العلاقه الزوجيه اطلاقا. فاحنا بنقول يا جماعه لازم يبقى الفكر دوت مدعم عند الناس. وفي فكره كمان اللي احنا عايزين اللي هو دور الاعلام التوعوي. يعني احنا مشروع تخرج قسم صحافه عاملين مجله عن الرجل، المجله فكرتها بوجه عام اللي هو ما زال الرجال احياء. الست على عيننا وعلى راسنا وليها دور كبير وليها الحق ان هي يبقى ليها الدور في المجتمع والكلام ده كله، بس ما يوصلش الموضوع لدرجه ان انت تيجي على حقوق الرجل. بس هي دي الفكره بوجه عام. مشروع التخرج بتاعنا مجلة عن الرجل بتهتم بكل حاجة بتخص الرجل وبيهتم بيها. حبينا ان احنا نرجع للاعلام دوره في التوعية، فقلنا احنا لازم ان المجلة تعمل حملة او تعمل حاجة تكون موجودة على ارض الواقع نساهم بيها في مجتمعنا. فمن هنا جت فكرة حملتنا عايزة اتجوز.
عايزه اتجوز هي فكره بهدف منها ان احنا بنطالب الاهالي ان هم يقللوا تكليف الزواج على الشباب استنادا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالجواز اساسه الموده والرحمه، مش بشقه مش عارفه كم اوضه ولا قاعه عامله ازاي، ولا لازم تتجوز زي بنت خالتها ولا بنت عمتها، لا طالما هو شخص كويس وهيسيب بنتهم فده يكفي، وان البنت هتغلى في عين جوزها باحترامها واخلاقها، مش تغلى بمهرها الكبير ولا شبكتها، ويعني في ناس يدفع كتير عشان يقدر يصونها ويقدرها، مش الفكره مش كده، الفكره المهم ان هم يعني يعيشوا حياتهم وهم مطمنين او حياتهم كويسه. الحملة بتهدف أولاً إن إحنا نخفف مصاريف الجواز ونخفف الحمل اللي هو بيبقى على الشباب وعلى الأهل، بحيث إن هم برضو إن الشباب سن الجواز بتاعهم ما يرتفعش، البنات كمان سن الجواز بتاعهم ما يرتفعش، يعني ما تبقاش في جوازات بتقف ساعات على نيش، تقف على تلفزيون، تقف على طقم سكنين، تبقى حاجات بسيطة قوي هي اللي بتدمر الجواز. الجواز عايزين نكبر قيمته إن إحنا نقول هو علاقة كبيرة بين عيلتين، بين طرفين، بين عريس وعروس، مش مجرد ان احنا مثلا ايه نيش وسفره وقاعه وفرح وحاجات زي كده، لازم ان احنا نعلي القيم شويه بتاعت الجواز بتاعنا. فكره المشروع عامه على المجله عن الرجل، احنا حسينا ان المجلات السيدات منتشره قوي وبالذات في مصر، يعني عن الموضه عن مشاكلهم الحياه بتاعتهم، قلنا نخصص مجله عن الرجل، فاحنا اخترنا الفكره دي من هنا يعني بدانا، وحبينا نطبق حملتنا اللي هي عايزه تجوز بفكره المجله، واللي هي بتبدا بشعار الجواز موده ورحمه مش نيش وقاعه وزحمه، ان هم لازم يفهموا الاساسيات والسنه والشرع واللي قال سيدنا محمد عليه السلام، مش بكتر الحاجه، مش بكتر الشبكه، مش لازم الشبكه ب 15 20، مش لازم القاعات ب 16 ب 18 والارقام اللي بنسمعها، اهم حاجه تكون الاساسيات الموجوده في البيت، ويكون في موده ورحمه والفه ما بين اللي هم هيتجوزوا. فاحنا احنا ابتدينا من هنا عشان نسمع اراء الشباب ونوصلها للاهالي بره، علشان يحاول نوصل معاهم لحل ان هم يخففوا شويه عن العريس او اللي جاي يتقدم لبنتهم، وخصوصا كمان يعني اللي عنده بنت هيكون عنده ولد، فلازم ان هو يشوف يعني يعدل ما بين الولد والبنت في مساله الجواز. فاحنا بره ان شاء الله هنطلع نوعي الاهالي بان الجواز فعلا موضه ورحمه مش كتر حاجه وخلاص.